السلام عليكم، أهلين فيكم في دردشة خفيفة. رحت الكلاس، طلعت من الكلاس جوجل كذا أعلنت في تويتر عن جوجل بيكسل 4 الجديد اللي بينزل، الشكل بس حقه حطت حركة الكاميرا الكبيرة بالجنب على شكل الايفون. طبعا مو مستغربين منها أو مو مستغربين من جميع الشركات، يعني لو بتمشون تشوفون من قبل كيف الشركات أصلا تمشي على أبل. طلع تسريب تنزل، يعني أبل في 2013-14 أبل طلع تسريب إنه بتنزل ساعة، كلهم نزلوا ساعات حقتهم قبل حتى أبل ما تنزلها. طلع تسريب قوي الحين، طلع تسريب قوي إن الحين بتنزل أبل الايفون الجديد بجبهة في الجنب دي كبيرة، وأسف على الصوت بس لأن أتفادى الأشخاص اللي يعلقون تحت، صوت ما واضح، إيش بتصور في الاستديو؟ الموضوع دردشة رايح جاي يلف مخي، بطلع لكم موضوع واحد وأتكلم. المهم طلع تسريب هنا استغفر الله. تدري دقيقة خلي مني الحين لي كم هنا من ساكن في السكن هذا اللي سكنت فيه الحين يمكن 3 سنوات ما عمرهم يشتغلوا هنا، إلا يوم جيت الحين أحصل على الطريق نصور لكم قام يشتغلون. المهم قمت أخذ طريق ثاني. الحركة دي يعني والله العظيم انت لو تفكرون بالحركة المبرمجين والشركات كلهم ما عندهم موظف وموظفين يطلعون ديزاين يطلعون بشكل جديد، ليش بس جالسين؟ يعني الموظفين متوقع جالسين حاطين رجال على رجل ننتظر أبل شو بتنزل، اوه ذي الشكل ناخذه وننزل، لا وننزله قبلهم، يعني نقدر ننزله قبلهم ويصير احنا حقنا الشكل، حتى لو بس يتسرب ندري ان نشم ريحه نابل وتنزل ننزله قبلهم يعتبر احنا قبل كذا. شغلات أبل الشركه عندها خطه لحق 4 سنوات 5 سنوات مرتبه كل شيء، امورها كلها مرتبه، يعني الشكل اللي بتنزله بكره نزل بكره، المواصفات قصدي اللي بتنزلها السنه الجايه ولا بعدها جاهزه عندها، يعني مثلا السنه الجايه ولا بعدها عندها مثلا 3 ديزاينات 4 ديزاينات تختار فيهم جاهزه. اما الشركه الثانيه تنتظر بس أبل تنزل ايش النازله. المهم يعني جوجل بيكسل الجهاز اللي كنت احبه او يعني النكسس احبه انا قبل ما تسوي جوجل باسمها البيكسل، عندي شريت نكسس كان تقريبا عن ايفون 4 ذاك الوقت، لانه خلصت ايفون 3G 3GS نظرت الفور فور فورس ذاك الوقت. المهم شريتها وكنت في السعودية، يعني شري من برا طبعا، كان جهاز حلو. يعني جوجل الحين شوي خلي عندش ديزاين، خلي عندش حاسسين ان عندش شركة تصنع اجهزة. انا اعطيكم اكزامبل صورة على الصوت، المشكلة ان المنطقة حقتنا ما فيها يعني كلها ثلج، فالصيف كل هذا شهور 4 شهور فانتظرون دلوقتي عشان يشتغل. المهم يعني حسوا ان شوي جوجل ان عندكم شيء تسوونه. طلع البكسل 1 بس خرتوا على ابل على شالت الهيدفون جاك، احنا بنحط الهيدفون جاك بعد سنة سنتين شلتوها، يعني تحسون ان احنا ما عندنا رؤيه لحق قدامه ونحن نتمسخر على العميل، نقول حق العميل عندنا شو بس السنه الجايه ترى بنشيله، يعني احنا ما نفكر ايش نسوي السنه الجايه، يعني يمكن نسحب عليك السنه الجايه عادي. ف هذا حركة. ثاني شيء النوتش القدلة، جميع شركات الأندرويد ليش؟ أبل نزلت القدلة بسبب، أبل نزلت القدلة بسبب عندها فوق، يعني فوق السبيكر، يعني لازم الشركات يدرون في كاميرا لحق تصور، في ثاني لحق الدبث لحق الشكل، ففي كاميرتين. تجي أنت تسوي نوتش مثل جوجل نوتش، ولا نوتش وماخذ كم 3% بالشاشة، يعني نازل شن نوتش ذا ليش؟ أول شيء نوتش أنت ما عندك شيء، عندك كاميرا وسبيكر، ليش نوتش؟ خلي نوتش صغير دمعة شيء يشوف لك حل، يعني نفس الشركة الثانية. طب حتى الدمعة يعني متى نزلتوها؟ أوكي على الأقل الدمعة قال أوكي إحنا لازم نحط نوتش، لكن ما نبي نوتش كبير، أنا ما أدري شيء في كاميرا يعني فهموها، بس لازم نحط نوتش لأن أبل حطت نوتش. شو الحركة؟ جوجل يعني النوتش الكبير قال، جات سامسونج قالت احنا ما نحط نوتش، ما بنفس ابل، ويتمسخرون انه ما عندهم نوتش، يعني
أبل عندها نوتش ومسوي حركة بالجهاز إنه كويس، بعدها بسنة سنتين ينزلون لك النوتش سامسونج. يعني أوكي ما نزلتي في الفلاكشيب حقش الاس ما أدري S10 S9 والنوت، لكن نزلتي في اللي ينعوج اللي ما نزل، حتى حياة النعوج كلها مسكين اللي ما نزل في الدنيا اللي ينصهر. الحين جيت جوجل سنة راحت قالت من دي يحتاج كاميرتين في الجهاز، السنة دي كاميرتين ومن الخلف ولو معاها الليزر تقريبا ورا وبجابها بعد نفس أبل كذا. ليش بعدين يقولون لي ليش يعني الشركات الجلاكسي أفضل من الايفون ولا نكس أفضل من الايفون؟ أنت الشركة اللي تمدحها أنت قاعد تتبع أبل، أنت لازم تعرف أن الشركة اللي تمدحها قاعد تتبع أبل. يعني لا تجيني تقول لي أوكي الأندرويد أفضل، إذا جالك واحد قالك الأندرويد أفضل مسك على جنب، قل له السمارت فون شنو تعريفك للسمارت فون؟ أقدر أسوي في أشياء زي كذا أكثر شيء. سمارت فون شنو ببرامج؟ سمارت فون أهم شيء ببرامج. أوكي أداء البرامج من ذا أفضل في الآيفون ولا في الأندرويد؟ أداء البرنامج أي برنامج موجود عندك أداء قدرة البرنامج من ذا أفضل في الآيفون ولا في الأندرويد؟ 100% في الأندرويد في الآيفون قلت الأندرويد 100% في الآيفون. يعني ما يحتاج أن تفتح وشيك، أبحث وشيك المبرمج. يعني حتى لو تكلم أي مبرمج قوة أداء الجهاز مثل يعطي القوة يعني عشان يسوي كلها في الآيفون. الأندرويد برنامج أهم شيء بس يشتغل عندك، فلا تجي تقول لي من ذا أفضل، أنا استخدمت من جهازين هنين. ف بيكسل 4 جابها من ورا نفس أبل بدون أي سبب، بس ليش ننسخ؟ طبعا مو بس بيكسل، انتظرون السنة دي جميع الشركات تنزل لك جابها كذا مربعة من الجنب بدون أي سبب. إلى الآن أبل إحنا ما طلعناه. أوكي في بعض التسريبات طلعت إن لازم يكون المسافة بين جميع الكاميرات نفس المسافة، يعني أبل بتسويها بدراسة بشيء، لكن الشركات الثانية بس بننزل أبل سوته ننزل إحنا كلنا. انتظر أبل بس تشيله النوتش، نشيل النوتش نرجع، يعني ترجع تسوي النوتش في الوسط أبل. لو والله لو سووا حفرة في الوسط في الجهاز كل الشركات تسوونه بدون أي سبب. ليش ما أدري، حتى لو إنه مثلاً أبل تحط لك حفرة لحق مثلاً كاميرا أو تحط لك أي شيء في الوسط وهم يسوون لك حفرة بدون أي شيء بدون بس كذا أبل سوته لازم يسويه. والدليل روح حق مدير هواوي اللي أنا غهرني اللي بيجي لك مدح هواوي على أبل. راح مدير هواوي شو اللي قال أنا عن أبل؟ يقول هي أستاذ، هي اللي تعلمنا، هي أستاذتنا في التكنولوجيا. فإذا جات إذا يعني خلاص كذا، إذا جيت أنا ومدحت لك الجهاز اللي من أستاذك المدحة يعني أستاذك أنت أستاذ أستاذك اللي هو الهواوي، يعني مدير شركة هواوي هو أستاذته أبل، فما تقدر تتكلم خلاص لازم تنزل رأسك. بس ما بيتكلم واجد. فمبروك على بيكسل الجبهة الكبيرة اللي في الجنب بدون أي سبب أصلاً. أدري إن بيكسل ونحن يعني لا تجي تتكلم تقول بيكسل وما تشينه، ترى بيكسل معروف إنه أفضل جهاز أندرويد في التصوير الصور ما في الفيديو في الصور. بس ننتظر جميع الشركات خطواتها. يعني آخر واحد يمكن سامسونج بعد 3 سنوات 4 سنوات تنزل كذا لحق الجهاز الصغير يعني عشان ما حد يشوف، بعدين تنزل حق الجهاز الكبير نفس ما تمسخرت على بدون فتحة السماعة ونزلت على الجهاز الصغيرة، انتظر سنة سنتين وتشيل على الجهاز الكبير. يعني اللي يعلمك ذي الحركة اللي سووها انه او يقول لا جهازنا الآن فيه مدخل السماعة احنا افضل من الجهاز الثاني، بعدين بعد 3 سنوات تشيله. دليل شنو؟ ان الشركات الثانية متقدم عليه 3 سنوات، اذا شلتي بعد 3 سنوات هذا الدليل. يعني لا تجي نقول لك بعضهم يقول لك اوكي هذا أبل تسوي الشيء مثلا تتكلم بعدين تسوي الشيء الثاني، لا مثلا اكزامبل حقرتنا يوم جات أبل قالت الاولد، يعني الاولد ما نزلتها الا بعدين، اي الاولد ما نزلتها الا بعدين صح، لكن أبل تكلمت في المؤتمر ما قالت انه ما راح ننزل الاولد، قالت ان الاولد الى الان ما بجاهزه لحق انها تنزل في الايفون. يوم نزلتها في الايفون هي غيرت التون غيرت الاشياء خفيفه فيها ونزلتها سنه ما ذيك القوة. أوكي أولد أنا أتكلم عن ميزات في الجهاز كل شيء LCD أو أولد أو أي جهاز ثاني، أنا أتكلم عن مواصفات أو شكل الجهاز أو ميزات يعني واي فاي كولينج هواوي فهموها. يلا نهاية الفيديو درج التطبيقات صح هواوي بعد، ونهاية الفيديو تنسون اشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لك المقطع والحمد لله على نعمة الايفون. السلام عليكم. نسيت ما أقول لكم تصوير نفسه من الايفون SE الكاميرا الخلفية
على 4K 30 فريم في الثانية على iOS 13. نرجع مرة ثانية نقول السلام عليكم.